قالت المحامية رشا صبري إن مبدأ المساواة لا يعني العدل، وأنه يجب الاهتمام بوضع الطفل بعد الطلاق. وأكدت خلال مشاركتها بالحوار الوطني أن على المجتمع أن يدعم احتفاظ الطفل بنفس المستوى الاجتماعي الذي كان يعيش فيه قبل الطلاق. مبدأ المساواة لا يعني العدل، ان احنا ما ينفعش ان احنا ناخد نص قانوني نطبقه على كل الناس، وان الطفل اهم حاجة في النفقة لازم يحتفظ بنفس السكن وبنفس المدرسة وبنفس النفقات اللي كان بيحصل عليها والأب عايش معاه، لأن في أبناء كتير بيتضرروا جراء الانفصال. اللي أنا شايفة إنه طالما حق شخص إنك تنفصل عن الست دي أو هي تنفصل عندك، لكن الطفل مش المفروض إن هو اللي يدفع الثمن بتاع الانفصال وهو اللي يتعاقب ماديًا. الحاجة التانية اللي أنا قلتها حق الزوجة لما تتطلق في سن كبير، أو إنها كانت تكون ساهمت في تكوين يعني ربة الأبناء وتنازلت عن عملها وفرصها في النجاح وكبرت الزوج ده، على الأقل تاخد تعويض مناسب يضمن لها إنها سكن مناسب ويضمن لها دخل يوفر لها حياة كريمة. الفكرة اللي أنا ناقشتها أو المبدأ اللي أنا برسي عليه الفكرة بتاعتي، إنه ما ينفعش حريتي يتسبب عنها ضرر لأحد الأطراف.